القارية في بطولة أمم آسيا. طبعا مباراة ودية، طبعا نبحث عن الأداء بغض النظر عن النتيجة وأن يكون اللقاء جيد بالنسبة للاعبين. انطلقت صافرة حكم اللقاء ميغويل نيغويرا. أحبتي المشاهدين المتابعين قناة الرابعة الرياضية، هذا محدثكم حسام الوالي يحييكم وبداية هذا اللقاء. طبعا واضحة من قبل لويس دياز لاعب بورتو هذا الموسم والموسم الماضي يلعب في نادي ليفربول، الإبعاد الخاطئ المنتخب الكولومبي يحاول جهة اليمين، لكن برافو، حلوة حلوة التغطية. يعني نخوض مباريات بهذا الشكل مع منتخبات عالمية، هنا المحاولة المنتخب الكولومبي لكن حالة تسلل. كما ذكرت دائما وأبدا بغض النظر عن النتيجة عندما نواجه الكولومبي، كرة من جهة اليسار خورخي كاراسكال إلى لويس دياز. المنتخب الكولومبي نوعا ما بدأ يعني يسرع اللعب والرتم العرضية، الكرة مرت لكن ما مرت ولم تمر من قبل في حالة تركيز الكرة العرضية الرأسية مرت الكرة إلى الخارج. يعني أمير العماري يحاول كرة أخيرة كولومبية، جيفرسون ليرما العرضية، لكن الله الله على اللقطة على التغطية من قبل آلان محي الدين. هذه هي إمكانيات لاعبين، لا والله ولديهم الأفضل، لديهم الأحسن. باشين تمريرة، يلا يا إبراهيم غير اللعب جهة اليمين، محاولة تسديدة خطرة. أخطر كرة في اللقاء لمنتخب ركنية أولى المنتخب الكولومبي، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الرأسية كانت قريبة لكن تعلو العالي، الكل يطالب بالكرة. سعد ناطق متواجد في المناطق الأمامية، أمير العماري المحاولة الرأسية، كرة تبعد من الدفاع الكولومبي، أحمد يحيى كرة خطرة داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت، وأخيرا إبراهيم بايش العودة إلى الخلف، العب يا إبراهيم، اعتمد على صفيرة الحكم، كرة داخل منطقة الجزاء والكرة إلى الخارج، أخطر كرات المنتخب الكولومبي في هذا اللقاء في الدقيقة 67، لكن التغطية حاضرة من دفاعنا ومن جلال حسن، والكرة جد تمرير الكرة، مصطفى ناظم يبحث عن زميل يمرر الكرة إلى همام، الكنترول لم يكن بالشكل الجيد من همام، محاولة كولومبية العرضية، الكرة خطرة وهدف أول، كرة بدأت بخطأ بتمرير خاطئ ثم وصلت إلى اللاعب البديل، هذه أول لمسة لماتيوس كاسيرا، وضع الكرة في مرمى جلال حسن، وهدف أول للمنتخب الكولومبي، لنذكر أنه بغض النظر عن النتيجة شوط ثاني بالتحديد كان يعني جيد للاعبين، قدموا من خلاله أداء جميل، وذكرت هذا الكلام قبل قليل، وذكرت أنه بغض النظر عن الدقائق القادمة يعني سجل هدف لكولومبيا، لكن أداءنا يعني كان جيد في الشوط الثاني، تحسننا على المستوى الهجومي، وهنا الخطأ كنترول كان خاطئ من همام، الكرة وصلت إلى جون أرياس، لعب الكرة العرضية مع تمركز خاطئ من مدافعينا، وصلت كرة، هذه أول يعني أول فجوة، أول خطأ دفاعي يرتكب من قبل لاعبينا، وهذا الخطأ ما يمنع أن نقول بالتحديد الخط الدفاعي قدم مباراة كبيرة رجولية، يعني حرم المنتخب الكولومبي من تهديد مرمى جلال حسن، وبالفعل يعني في هذا اللقاء لم نذكر جلال حسن الجيدين على المستوى الدفاعي، ارتكبنا أخطاء قليلة وخطأ قليل كلفنا هدف. إذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة، أتى صافرة الحكم ميغويل نيغويرا يعلن عن نهاية هذا اللقاء الكبير الودي ما بين منتخبنا والمنتخب الكولومبي بفوز